السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم دكتورة نسمة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن موضوع هام جدا، وهو حديث السوشيال ميديا الأيام دي، وهو الفطر الأسود أو اللي بنسميه بيه البلاك فانجس. هنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن كل حاجة بتخص الفطر الأسود. هنعرف إيه هو الفطر الأسود، بيصيب إيه، إيه هي الأعراض اللي بتظهر على المريض المصاب بيه مثل هذا الفطر، وهنعرف كمان مع بعض ازاي بينتشر، وايه هو بروتوكول العلاج، واخر حاجة هناخدها مع بعض ايه هي طرق الوقاية من الفطر الاسود. عايزين في البداية نعرف ايه هو الفطر الاسود او اللي بنسميه بيه البلاك فانجس. الفطر الاسود ده يسمى بيه فطر الغشاء المخاطي، والاسم العلمي ليه ميوكر مايكوزيس. سميناه بيه الفطر الاسود او البلاك فانجس لان هو بيسبب اعراض على هيئة تقرحات زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا. التقرحات دي بتبقى لونها اسود، بتبقى موجودة على العين او الانف او الجلد، وده لان الفطر بتاعي بيدخل يهاجم الاغشية المخاطية وبيموت الخلايا، لان هو بيصيب الاغشية المخاطية او الاوعية الدموية اللي موجودة في الاغشية المخاطية، وبيعمل زي تجلطات فيها، فبيمنع وصول الدم الى الاطراف، فبيؤدي الى موت النسيج او موت الخلايا عندي. فعلشان كده بتظهر عندي النكروزس او الاماكن اللي هي بتبقى واخدة اللون الاسمر، وده نتيجة لموت الخلايا في المنطقة دي. علشان كده مريض الفطر الاسود ممكن لو واحد مجاور لي يشم رائحة كريهة جدا، ولكن المريض نفسه ممكن ما يشمش الريحة دي، وريحة دي تنتج نتيجة ايه؟ نتيجة ان اجزاء متعفنة من الجلد او من الجسم اللي هي اصيبت بالفطر الاسود، زي ما قلنا نتيجة موت الخلايا في المنطقة دي. تاني حاجة عاوزين نعرفها مع بعض، عاوزين نعرف الفطر بتاعنا موجود فين. الفطر بتاعنا موجود في التربة. طبعا قبل ما نعرف الفطر بتاعنا موجود فين، كتير من الناس او معظم الناس متخيلة ان الفطر الاسود ده لسه حديث، وان هو مرتبط بالكورونا او مرتبط بتحول كورونا. لا طبعا، الفطر الاسود ده ملوش اي علاقة خالص بالكورونا. الكورونا دي اصابة فيروسية، اما الفطر الاسود ده اصابة فطرية، زي ما قلنا نتيجة فطر يسمى بالميوكارمايكوزيس، وده الاسم العلمي ليه. الفطر الاسود ده موجود من زمان، من اكتر من 150 سنة، واول حالة اكتشفت بالفطر الاسود كانت في اوروبا سنة 1885. نرجع لي السؤال اللي احنا سألناه، فين تواجد الفطر الاسود او ايه هو المكان اللي بيبقى موجود فيه. الفطر الاسود عندي موجود في التربة وفي المواد العضوية المتحللة والفاكهة والخضروات اللي هي بتبقى حصل لها تحلل. فالفطر الاسود مش حاجة جديدة علينا الايام دي، ولكن هو موجود زي ما قلنا من ايه؟ من زمن طويل. طيب هنبدأ ننتقل ليه تالت حاجة عندي، وايه هي الاماكن اللي ممكن يصيبها عندي الفطر الاسود. زي ما قلنا في اول الفيديو ان الفطر الاسود او اللي بيسمى به فطر الغشاء المخاطي، وهو من اسمه بيصيب الاغشية المخاطية. فاول ما يبدا يصيب عندي الانسان هيبدا يهاجم منطقه الجيوب الانفيه ويعمل التهاب فيها، بيسمى بيه التهاب الجيوب الانفيه الفطريه. ايه اللي هيحصل يا ترى اول ما الفطر عندي يدخل منطقه الجيوب الانفيه؟ زي ما قلنا هيبدا يصيب الانسجه او الاغشيه المخاطيه اللي هي موجوده عندي في منطقه الجيوب الانفيه، ويبدا يعمل مشكله عندي في الاوعيه الدمويه الطرفيه اللي هي بتغذي عندي منطقه الانف والجيوب الانفيه. فلما يعمل مشكلة في الأوعية الدموية هيؤدي إلى تجلط الدم في الأوعية الدموية، وبالتالي هيمنع وصول الدم للأنسجة. طيب لو في عندي نسيج ما وصلوش دم، إيه اللي هيحصل للنسيج ده بشكل بديهي؟ هيبدأ يحدث إن النسيج ده هيبدأ تموت الخلايا بتاعته، ويحدث فيه نوع من الغرغرينة. الغرغرينة دي معناها إن تبدأ الخلايا اللي موجودة عندي في النسيج أو في المنطقة دي تبدأ إن هي تموت، ويحدث ليها تعفن، ويبدأ لونها يتحول إلى اللون الأسود زي ما احنا شايفين في الصور عندي. تبدأ الأنف زي ما احنا شايفين في الصورة اللي هي أقصى اليمين من أعلى، تبدأ الأنف عندي زي ما هي موجود عندي في البداية، بيبقى اللي هي الالتهابات واخدة اللون الأحمر، وتبدأ بعد كده الإصابة تزيد وتبدأ يتحول إلى اللون الأسود. تبدأ الأنف تمتلأ عندي بالإفرازات اللي هي بتبقى الناشفة أو اللي هي عبارة عن الأنسجة الميتة، وزي ما قلنا ان المريض نفسه
ممكن ما يشمش رائحة كريهة، ولكن لو حد جنبه يشم رائحة كريهة جدا لأي مريض بيعاني من مرض الفطر الأسود، دي نتيجة ايه؟ نتيجة تعفن وموت الخلايا اللي هي مصابة بالفطر الأسود. طيب يا ترى ايه المشكلة برضو في كده؟ المشكلة ان يا ريت الإصابة بتقتصر على إصابة الجيوب الأنفية فقط أو منطقة الأنف فقط، ولكن بتمتد الإصابة كمان لإصابة أعضاء أخرى زي ايه؟ زي العصب السابع اللي احنا عارفين اللي هو مسؤول عن تغذية عضلات الوجه. فلو الإصابة عندي امتدت إلى العصب السابع هيبدأ عندي يؤدي إلى شلل في عضلات الوجه، ويمكن دوت واضح في الصورة اللي هي أقصى اليمين اللي هي الراجل الكبير في السن، زي ما احنا شايفين ان في جنب من الوجه عنده في مشكلة كبيرة، وكمان الإصابة ممتدية من أول الطرف دوت أو من أول الجنب ده لحد آخره، وزي في شلل في المنطقة اللي هي اليسرى لعظام الوجه، ودوت طبعا بيبقى تقدم للمرض عندي. كمان المرض ممكن يمتد عندي للعين، يؤدي إلى شلل في حركة العين وانعدام الرؤية أو فقدان البصر، وده طبعا تطور خطير جدا لأن ده بيؤدي إلى تدخل جراحي لإزالة العين أو لإزالة الجزء اللي هو مصاب بالفطر الأسود. يعني هل ممكن الإصابة الفطر الأسود تؤدي إلى إزالة العين بالكامل؟ نعم ممكن تؤدي إلى إزالة العين بالكامل، لأن خلاص العين فقدت الرؤية على القدرة على الرؤية، وكمان فقدت القدرة على الحركة، وبدأت الأنسجة فيها يحصل لها موت ويحصل لها تعفن، فلازم في الحالة دي يحدث تدخل جراحي لإزالة الإيه؟ لإزالة العين أو لإزالة المنطقة المصابة بالفطر الأسود. طب هل كمان ممكن المرض أو الفطر عندي يمتد إلى أماكن أخرى غير الجيوب الأنفية وغير العين وغير عظام الوجه وغير الأسنان؟ ممكن يمتد يوصل عندي إلى المخ، وكمان ممكن يمتد إلى الدم وللعظام، وده طبعا بتبقى يعني المراحل المتأخرة جدا عندي من المرض، وممكن بيؤدي إلى الوفاة، وتسجيل حالات الوفاة حوالي من 50 لـ54% اللي تم تسجيلها اللي هي حالات الوفاة اللي كان سببها هو الفطر الأسود. يبقى احنا كده عرفنا مع بعض الفطر الأسود عندي بيصيب ايه، وهي الأماكن اللي بيمتد فيها الإصابة، وان هو متخصص بإصابة زي ما قلنا الأغشية المخاطية اللي بتبطن سواء كان الأنف أو العين، أو ممكن زي ما قلنا تمتد الإصابة إلى المخ أو للدم أو للعظام، وده بيبقى المراحل الأخيرة من عندي إيه؟ من المرض. هنبدأ ننتقل إلى نقطة تانية، ننتقل للنقطة اللي بعد كده، وهي إزاي بيحدث انتشار للفطر الأسود عندي. بيحدث انتشار للفطر الأسود من خلال سبورس اللي هي الجراثيم. تبدأ الجراثيم الخاصة بالفطر اللي هي بتنتشر في الهواء سواء كان بقى في المستشفيات أو في المنازل، ويبدأ الشخص يستنشق الجراثيم دي اللي موجودة عندي في الهواء، ويحدث إصابة ليه لو الشخص اللي عندي بيصيب أو بيعاني من نقص في المناعة، ودي لسه هنتكلم عليها في الشريحة اللي جاي. يعني لو الشخص اللي عندي عنده نقص مناعة يبقى بنسبة كبيرة جدا هيحدث إصابة ليه بالفطر الإيه؟ بالفطر الأسود. كمان من خلال أجهزة التنفس الصناعي اللي موجودة عندي في المستشفيات، علشان كده زي ما احنا عارفين جهاز التنفس الصناعي بينتقل من مريض للآخر، لازم قبل ما ينتقل من مريض للآخر لازم يحدث تعقيم كويس جدا ليه، لأن هو بيعتبر بيئة رطبة وبيئة صالحة جدا لنمو الفطريات. فعلشان كده النظافة والتعقيم والتهوية كل الكلام ده لما بيتم عندي بصفة مستمرة وبصفة دورية، ده بيحد وبيقلل جدا من انتشار الفطر عندي. هننتقل للنقطة اللي بعد كده، وإيه هي علاقة الفطر الأسود بالكوفيد 19 أو بمرض الكورونا. الكوفيد 19 ده نتيجة إصابة فيروسية، نتيجة الإصابة فيروس، أما الفطر الأسود ده نتيجة إصابة فطرية اللي إحنا قلنا عليها الميوكارمايكوزيس. يعني الاتنين ملهمش علاقة ببعض، أمال إيه الرابط ما بينهم؟ الرابط ما بينهم إن الكورونا عندي بتضعف الجهاز المناعي. بتضعف الجهاز المناعي ليه؟ لأن مريض الكورونا في فترة من الفترات بياخد جرعات كبيرة عندي من الكورتيزون وكمان من الاسترويدز علشان تقلل من حدة الالتهاب الرئوي، والنوع ده من العلاجات بيقلل أو بيثبط الجهاز المناعي. علشان كده أول ما الإنسان عندي يبدأ إن هو يتعافى من الكورونا وتظهر المسحة عندي سلبية للكورونا، يبدأ يحدث تبعات أو اللي هي ما بعد الكورونا. التبعات ما بعد الكورونا إيه هي؟ إن جهاز المناعة عندي حصل تثبيط وضعف ليه بشكل كبير،
فيبدأ حاجة زي الفطر الأسود ده واللي احنا بنسميه بيه الفطر الانتهازي، يبدأ ينتهز الفرصة ويهاجم الجسم بشكل كبير جدا ويصيبه. زي ما قلنا ان الفطر الاسود موجود بشكل طبيعي اصلا في التربه، وموجود على اللي هي المواد العضويه المتحلله، يعني موجود حوالينا. امال ليه ما كناش بنصاب بيه؟ ما كناش بنصاب بيه لان ما كانش جهاز المناعه ضعيف بشكل كبير زي الايام دي. دلوقتي اي انسان يحس ببرد او يحس باعراض تشبه الكورونا من غير ما يروح لطبيب او من غير ما يروح المستشفى، يجري على الصيدليه ياخد من نفسه بروتوكول العلاج الخاص بالكورونا. ده طبعا غلط جدا، لان الافراط من الكورتيزون زي ما قلنا والادوية دي بتقلل الجهاز او بتضعف الجهاز المناعي، فعلشان كده المريض عندي او الشخص عندي يكون عرضة للفطر الاسود والغيره من الايه والغيره من الامراض. يبقى دوت كانت علاقة الفطر الاسود بالكوفيد 19، ويكون احنا صلحنا المفهوم اللي بعض الناس بتقول ان الفطر الاسود هو تحور للكورونا. لا، هو مش تحور، هو ملوش علاقة بكورونا، ولكن هو بيحدث او بينتج نتيجة تبعات الكورونا ونتيجة ضعف الجهاز المناعي اللي بينتج نتيجة الكوفيد 19. هنبدأ ننتقل لنقطة مهمة جدا وهي اعراض الفطر الاسود. مشكلة الفطر الأسود إن بيكون عندي فيه مشكلة وبيحدث تأخير في اكتشاف المرض، يعني في بعض الدكاترة بيشخصوا المرض متأخر أو بيكون عندهم اشتباه في التشخيص، فعلشان كده لازم يكون دايما حاطين في بالنا إن أي مريض يكون بيعاني من نقص في المناعة أو مناعته ضعيفة، زي مريض الكورونا، مريض السرطان، مريض السكر في المراحل المتأخرة، مريض الكلى، مريض زرع أي عضو من الأعضاء زي النخاع الشوكي أو زرع الكلى أو غيرها من الأعضاء، يعني أو مريض الإيدز، أي مريض بيعاني من نقص المناعة لازم لو حدث إن هو جاله أي عرض من الأعراض اللي إحنا هنتكلم عليها دلوقتي، لازم نحط في بالنا على طول إن هو ممكن يكون مصاب بالفطر الأسود ولازم يروح يستشير طبيب في الحال. من أهم الأعراض اللي هي بتوضح ان الشخص عندي مصاب بالفطر الاسود ان يبدا يظهر عندي اعراض زي صداع، زي الام في عظام الوجه، الام بالاسنان، ظهور افرازات سميكه وملونه بالانف، الام بالعين، ودي طبعا بتبقى مرحله متقدمه، ممكن العين تفقد قدرتها على الرؤيه وكمان قدرتها على الحركه. في الحاله دي لازم الشخص يروح لطبيب انف واذن، ولازم يكون الطبيب نفسه عنده مقدار من الشك ان يكون الشخص دوت عنده الفطر الاسود، لازم يعمل له منظار على منطقة الانف، وفي المنظار يبدأ يظهر عندي الفطر حتى لو لسه في المراحل الاولى بيظهر في المنظار عندي الفطر. كمان ممكن بالاشعة على الجيوب الانفية بتوضح كمان الفطر الاسود. فلو حصل ان ظهر اي عرض من الاعراض اللي احنا قلنا عليها مع شخص والشخص ده يكون عنده نقص في المناعة، لازم اتأكد على طول ان دوت الفطر الاسود، ولازم ابدأ ان انا استشير طبيب وابدأ في بروتوكول العلاج الخاص بالفطر الاسود. ننتقل بقى للنقطة اللي بعد كده، وهي دي طبعا كلها صور بتوضح اعراض الاصابة بالفطر الاسود. زي ما قلنا انه ممكن يصيب العين ويعمل احمرار فيها او التهاب جامد فيها ويفقدها قدرتها على الرؤية وعلى الحركة، ممكن يصيب عظام او ممكن يصيب الجلد كمان زي ما احنا شايفين في الصورة اللي هي اقصى اليمين، يصيب الجلد وبيعمل زي تقرحات او بيعمل اللي هو نتيجة موت الانسجة او موت الخلايا في المنطقة دي، بتتحول الى اللون الاسود اللي احنا بنسميه بيه النكروزس او تعفن الانسجة في المنطقة دي. ممكن يصيب الاسنان، ممكن يصيب عظام الوجه، ممكن يصيب ينتقل الى المخ، بينتقل الى الدم، بينتقل الى الرئتين، ممكن ينتقل الى العظام، ممكن يصيب جميع اجهزة الجسم، فهو خطير جدا ولازم ان احنا نلحقه في المراحل الاولى علشان نقدر ان احنا ناخد بروتوكول العلاج وربنا يعافينا جميعا ان شاء الله. دي كلها صور بتوضح اعراض الفطر الاسود. ننتقل للنقطة اللي بعد كده وهي العلاج. العلاج ده موجود من زمان وهو يسمى بالانفوتريسين بي، ودوت انجكشن حقن وريدي، ده اول حاجة عندي. كمان في تدخل جراحي في الحالات المتأخرة لو حصل عندي زي ما قلنا اصابة للعين، او حصل عندي اصابة لبعض الاماكن وظهر عندي
التقرحات السوداء او الانسجه الميته السوداء اللي احنا قلنا عليها، والدكتور قال ان هو لازم تدخل جراحي علشان يشيل المنطقه دي. فاحيانا في الحالات المتاخره بيكون لازم في تدخل جراحي عندي. اما العلاج المتعارف عليه اللي هو الانفوتريسين بي، ده انجكشن بيكون وريدي، ودوت بيستمر لعدد من يعني قليل من الاسابيع فتره معينه، ويبدا بعد كده المريض يتعافى، بس زي ما قلنا لو تم اكتشاف المرض في المراحل الاولى. اخر حاجه بقى نختم بيها ازاي نقي انفسنا او نقي جسمنا من الفطر الاسود. اول حاجه عندي لازم نعمل تقويه للجهاز المناعي. لو الجهاز المناعي عندي قوي عمر ما هيحدث اصابه ليا بالفطر الاسود. طيب نقوي الجهاز المناعي ازاي؟ من خلال الحاجات الطبيعيه. لو هنتكلم بقى على الحاجات الطبيعيه قبل ما نتكلم على الناحيه العلاجيه، زي التوم، زي اللي هو الاوريجانو او اللي بنسميه بيه الزعتر البري، زي كمان فيتامين د او اللي هو الزنك. فيتامين د ممكن ناخده عندي من الشمس، ان احنا لو وقفنا الصبح بدري في الشمس حوالي 3 4 دقايق ده ممكن ناخد فيتامين د وبشكل كويس جدا. طب لو احنا في بعض الدول الاجنبيه اللي ما بنتعرضش للشمس لفتره طويله ممكن ناخد فيتامين د على هيئه كبسولات، وكمان فيتامين زنك، وزي ما قلنا التوم والاوريجانو، دي كلها حاجات طبيعيه بتعزز او بتقوي عندي الجهاز المناعي. وزي ما قلت طالما الجهاز المناعي عندي قوي فهو هيهاجم اي ميكروب عندي، سواء كان الفطر الاسود او اي ميكروب اخر. نقطة مهمة جدا برضو عشان نحمي انفسنا من الفطر الاسود، ان احنا نحد من استخدام الكورتيزون. زي ما قلنا ان الافراط في استخدام الكورتيزونات زي مرضى الكورونا او غيرها من الامراض، ده بيقلل من او بيثبط من الجهاز المناعي، وبالتالي بيكون الشخص عندي عرضة اكتر للفطر الاسود. زي ما قلت ان هو فطر انتهازي، اول ما الجهاز المناعي عندي بيقل يبدأ ينتهز الفرصة ويصيب الانسان اللي بيعاني من نقص المناعة. حاجة تانية كمان علشان نقي نفسنا من الفطر الاسود، ان انا ابدأ اتناول عندي اكل صحي يكون فيه كل العناصر الغذائية المفيدة اللي بتعزز عندي الجهاز المناعي، واللي كمان بتظبط لي سكر الدم علشان اتلافى عندي ارتفاع مستوى السكر او اتلافى عندي مرض السمنة، لان كل دوت بيقلل من الجهاز المناعي. الحاجة المهمة جدا برضو ان انا احد جدا من استخدام الانتيبيوتيك اللي هي المضادات الحيوية، ولازم استخدام المضادات الحيوية يكون بجرعات محسوبة تحت اشراف طبيب. مش اول ما احس بتعب اروح انا من نفسي على الصيدلية اجيب انتيبيوتيك واخده، لا لازم اكشف، ولازم كمان لو الدكتور بيديني اكتر من نوع من الانتيبيوتيك احاول ان انا اخد نوع واحد بس، علشان كتر الافراط في الانتيبيوتيك ده بيقلل وبيوقع المناعه، وبالتالي بيخلي الانسان عرضه اكتر للاصابه بالفطر الاسود. نقطه مهمه جدا كمان لتقويه الجهاز المناعه والحد من انتشار الفطر الاسود او ان انا اقي نفسي منه، هو ان انا اخد بروبيوتيك. البروبيوتيك ده بكتيريا دوت بيبقى على هيئه كبسولات موجوده عندي في الصيدليه، ده نوع مفيد من البكتيريا باخده عن طريق الفم. البكتيريا ديت بتعيش عندي في الامعاء، بتهاجم اي نوع ضار من البكتيريا او اي نوع من الميكروبات وبتقوي جهاز المناعه عندي. يعني طول ما في بروبيوتيك بكتيريا او طول ما في البكتيريا النافعه دي عندي في جسمي او في المعده عندي، الجهاز المناعه عندي والجسم عندي قادر ان هو يقاوم اي مرض او اي حاجه بتهاجمه، فدي حاجه مهمه جدا. الحاجه الاخيره عندي لازم طبعا زي ما قلت يكون في تهويه بشكل مستمر ونظافه بشكل مستمر للبيت عندي، علشان احمي نفسي من الايه، من الجراثيم، واحمي نفسي من الفطر الاسود. وبكده يكون خلصنا كل ما يتعلق بالفطر الاسود. يا رب يكون استفدنا، وان شاء الله نكمل مع بعض الحديث في فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.